إنه المستقبل بيكاب F-150. النصيب يا ابني النصيب، تفتح تلاقي. كيف مجموعهم هم 14؟ انت الفايز لحد اليوم. انا في فايت طولت اكثر فيه من جوله. هذا الفايت انا فايت عليه 3 جولات والله، فايت حتى شفتني من اول جوله ما حطيت ولا باور، عم بلعب بستناك انت تلعب، بديش اتعب حالي. فايت 3 جولات على المباراه بقول لك، وحاسب حساب اكثر من كل الفايتات اللي راحوا على بلاطه، لاني عارف انت مصارع يعني زي لعبتي، فحاسب انه عندك باور زي باوري، بدي اسيف 3 جولات. انا استنى اشوف النهائي والفايت الجاي بتاع طارق معايا في الاول. لا خلاص يومي انا خسرت، مفيش لعبة تاني، انا قاعد كده عادي يعني. اسالك ايه بقى يا امي؟ ما كنت جيت يا حبيبي. ما هو ده بقى يا ماما قانون البرنامج بقى، وهم يعني دي مفروض جايزة يعني مدياني عشان انا وصلت للسيمي فاينل، يعني وصلت من ضمن الاربعة النهائية. يا حبيبي قدر الله ما شاء فعل، وانت خدتها كده، خدت من ربنا كاتبهولك يا ماما. طبعا طبعا. لا يا حبيبي، اهم حاجة ان انت بخير وصحتك بخير. انا كويس يا كريم. ماشي. يلا شباب، فيه يلا يا احمد. انا اليوم زي واعد تحولي. الفك بالعصب، عصب العين. اشرب السوائل. ما كلش يعني؟ ميه بس؟ مش ميه ومش اكس. ثابت المحظوظ، اول فايت مع هشام، ثاني فايت مع مصطفى، اداله قالوه من اول الكيج، قال له انا جاي لك خد التيك داون دلوقتي. فراح واخدها. انا لعبت مع حزام في 3 جولات، طلع عيني اللي جابه اهلي. بعد كده دخلت مع شوقي، نفس القصة، وشي اتدمر. هتحس ان في واحد طريقه سالك على الاول على طول، وفي واحد عقبات كتير عشان يوصل. We'll be right back.
نحن اليوم متواجدين بميناء خليفة. ميناء خليفة يعتبر البوابة الجديدة لمدينة أبوظبي، كما يعتبر العنصر الأساسي لخدمة منطقة خليفة الصناعية كزاد، وبيحتوي على آلات ومعدات حديثة ومتطورة على مستوى المنطقة. ميناء خليفة بيقع على جزيرة مستصلحة تبعد 4 كيلومترات من سطح البحر، واليوم بمتاهة البطل المشتركين رح يفوتوا بآخر تحدي برحلتهم. يا ترى رح يعرفوا يلاقوا المخرج الصحيح ولا رح يضلوا تايهين؟ عم نستناهم ليوصلوا. كيف الأبطال؟ ألف مبروك لثابت، تأهلت للنهائيات. طارق جورج، واحد منكم رح يتأهل مع ثابت للنهائيات بس بعد المواجهة. اليوم رح تفوتوا بآخر تحدي برحلتكم. اليوم التحدي هو متاهة البطل، هالمتاهة اللي صممت خصيصاً من 80 كونتينر. كل كونتينر بيحتوي على رقم، بدكم تدوروا على كونتينر رقم 627454. حفظتوه؟ رح تلاقوا الكونتينر، رح تفتحوه، رح تلاقوا 3 عجال سيارة فورد. رح تحاولوا كل واحد فيكم تاخدوا عجل وتدوروا على المخرج. خلال وصولكم للمخرج رح تلاقوا 3 سيارات فورد 150 بانتظاركم. رح تحطوا العجل بصندوق السيارة. أول شخص بيقوم بهاي المهمة رح أعلن الرابح. بدي أذكركم إنه الجائزة من أهم وأغلى الجوائز خلال المسابقة. جاهزين؟ 1 2 3. بداية ركبنا احنا الثلاثة، انفصل عنه طارق راح يدور على الكونتينر لحاله، وانا وجورج ظلينا مع بعض. هنا شوي بعدين لقينا الكونتينر. سمعتهم ما يحلوا في هذاك، كنت بعيد بقيت تابع الصوت ديالهم وبانوا لي باقيين شي يحلوا في هذاك. بغيت ناخذ هذاك اللي خفيف، وبقيت مضارب معانا وجورج هادي والو، جورج حتى هو ما بغاش يطلق، قلت لي صافي خليه خذ يلا. بعدين أخذت الدولاب وطلعت. طلعت أنا ماشي كنت ورا ثابت، بعدين رحت بغير طريق، فكرت مفكر أنا الطريق من مطرح ما جينا، طلع غير وحدة يعني.
فأنا مشيت طلعت على الإعلام أنت عن خط النهاية مبينين، فأنا مشيت عليهم. السبب الثاني فكروا إنه بدهم يرجعوا على خط البداية. بصندوق السيارة مستحيل انت ثابت مستحيل. رجعت من اول وجديد، كان طلعت من الاول دفشت الدولاب ولو وصلت على خط النهاية. حكيت لك ألف مبروك لثابت، ربحت تحدي اليوم، جاهزة تسمع الجائزة؟ الجائزة هي تتكون من جزئين، أول جزء إنك ربحت رحلة بمنطاد بالجو بهالأجواء الجميلة. بدك تختار شخص معك، مين بده يروح؟ اختار حدا. مين بحب الجو شباب؟ ما تحبش الجو. أنت ما تحب الجو؟ أكيد. ما بغيتش يطلع فيه عشان دوخ شوية، قلت بلاش، خليه يطلع خليه يدوخ ثابت وجورج يدوخه. يجي لعب الكومبا مع جورج دايخ. جورج تحب الجو؟ انت لا قرارك. الجائزة كانت هي عبارة عن جولة بالمنطاد، حكولي بدك تختار شخص يطلع معك، فأنا نقيت جورج يعني زي العادة دايما. لكن انت بتختار جورج رح يطلع معك، بس مش هاي الجائزة الحقيقية. الجائزة الحقيقية والغالية هي رح نسفر حدا من أهلك ليجي يحضر المباراة النهائية ويساندك ويكون معك. شو متفاجئ؟ طبعا مفاجأة حلوة. روحوا ارتاحوا هلا لانه بكره الصبح رح يكون عندكم رحلة بالمنطاد. انا بشوفكم. احساس النهارده كان كتير، يعني احساس صعب بصراحة ورخم. اول تشالنج عندي وانا ما اخشش فيه. احساس ان انت خلاص خرجت بره المسابقه، وان انت زيك زي يعني انت متفرج. انا كده خلاص بقضي دور المتفرج يعني. يا هلا يا هلا. ازيك حماده؟ ازيك يا حبيب؟ ايه راح عليك التشالنج اليوم؟ انا زي ما انا قاعد من ساعه ما سبتوني الصبح. ربحت التشالنج انا اليوم. ايه التشالنج اللي خسرته فكرتني؟ اي ايش هو؟ في حاجة خسرتها؟ انا؟ هو بتاع الثلج ده. بس في حاجة ثانية؟ بتاع الثلج بتاع الفورد، سباق الفورد. هم الاثنين. جايزة ايه بقى؟ طمني. جائزة منطاد بكرة، في رحلة بالمنطاد. اوه ثاني المنطاد؟ ايش المنطاد؟ تطلع بالمنطاد. ولازم تاخذ معك واحد، ومين الواحد يا حزرك؟ احمد امين. ايوه هو انا. قرقعيد؟ ايه مش احمد امين، قرقعيد. ثاني الاحلى هاي. قول بيجيبوا لك اثنين من اهلك يحضروا الفاينل معك. اوه زين. كانت جميله. هذه حسنه. دي جميله بصراحه. بكره الساعه 4 الصبح بدنا نرسل. بدنا نروح المنطاد بكره الساعه 4 الصبح. لا ما في. يا زلمه ليش؟ طب ليش؟ اطلع معي الساعه 4. شو وراك؟ مواعيد الساعه 4 الصبح. تروح لأوصل لهونيك الساعة 6 الصبح، تطلع بالمنطاد تخلص 11، تروح على التمرين إذا مش ضابط ميزانة أقعد ساعتين تنزل ميزانة للساعة 2-3. اسمعني أنت. لا اسمعني. شو بك؟ ما هقدر والله. اسمعني. خدموا وياك هدول أحمد. مين؟ الشيخ. إذا طارق ما بحب الجو. طارق عندي فوقي بطلعش. قل له لأحمد، قل له أنا عازمك. حرام لعبت معه وخسرته. كدو خليه بدل ما ضل قاعد اليوم 24 ساعه بالبيت مخبوط. كدو كبد. احمد تعال تعال. انا سوسن. ها انا اعتبرني سوسن. ها
حبيت الدوشه محضرين لك مفاجاه كثير قويه. ايه حبيبتي؟ بكره عندك كثير كبير. اوه بدك تصحى الساعه 4 الصبح تطلع معي على المنطاد بكل شيء رايك؟ لا بجد؟ اه والله هاي هديه مني لك ابو حميد عشان اكبر فايت لعبته انا هون بالبطوله لحد الان فبنطلع مع بعض ان شاء الله ونتسلى. شد السلام عليكم. لا والله بكره الساعه 4 الصبح حتفرجي على بعض. Some instructions how it works a balloon flight. Don't go down like this, yeah? Just gently a little bit. The landing. Yeah? You guys, please walk this way to the left side. ضعنا بالبلدي بالعيد اول ما تقعدش تقولها بطريقه مجمله احنا ضعنا احنا بالعيد اول تشالنج عملناه بالصحراء انه نجري 13 كيلو فاكر الفاكر الشعر في العجل ولا ايه؟ في الاول تقريبا الليدر معانا ده ولا الكابتن اللي كان معانا ما اعرفش الجي بي اس تقريبا ما ودوش صح ولا ما وريش المكان صح نزلنا في حته غلط وبعد كده قلنا بالعربيات. انا بقول له لجورج انه الركبه بالمنطاد اليوم ركوب المنطاد راح عليه ما بتعوض يعني كان كثير حلو اليوم. دايل نمبر بليز زيرو 5 5 الو مرحبا مرحبتان استاذ جورج معي مين بريدو كيف حالك اشتكبت انا وسهلا اشتكبت كيف كانت كزدورتك انت بالمنطاد؟ والله اشي بجنن راحت عليك يا جورج اليوم راحت علي ايه؟ والله كثير كثير حلوة انبسطنا اليوم ليك؟ انبسط الشيخ انبسط؟ الشيخ واحنا طالعين فوق صار يدعي ادعي الشيخ خاف يقع كتاب يد يا جورج والله اللهم انجنا يا رب اللهم نجينا جورج كبروا ركبوا صاير زي الجمل ها يا احمد دختي بالمنطاد لا ما دختش المنطاد سكينه بالحلاوه اقول لك سكينه في الحلاوه اشتا وسكينه في الحلاوه تكلم
وي وي فرحان متواجدين راح عليك المصادر بالله شي عليك سجي والله انبسطنا انبسطنا راح عليك يا طارق اسكت يا صاحبي تحشم الحمار احشم مش راضي يحشم الحمار هذا ضربه تابش ضربه ضربه هاي ضربت لك اياه يا ابني هو اللي شتمك يا ابني انت ترش يلا احنا بالطريق على الجيم يلا نحن كمان على الطريق هلا رايحين على الجيم كيف الابطال اليوم نحن كثير فخورين فيكم وصولكم لهالمرحله المتقدمه في البطل مثل ما بتعرفوا المواجهه الجديده راح تكون بين طارق وجورج مواجهتكم رح تعتبر المواجهة الثانية بمرحلة النصف النهائي واحد منكم رح يتأهل مع ثابت للنهائيات أنا بتمنى لكم كل التوفيق Gentlemen, good morning. Today I have a special guest I want to introduce you guys to. He represents ADFC. He's an Emirati fighter, welterweight champion of ADFC. We are very proud of him and we wanted to introduce you to him to help you with your training. Share some of his experiences with you guys and the coaches. So let me introduce to you guys Ali Ahli. بديت اتدرب مارشال ارتس لما كان عمري 19 لما كان عمري 20 دخلت عند راندل وخبرت اني انا بغيت ادخل في ADFC 2 اول فايت بروفيشنال واول شيء ما وافق بس بعدين الحمد لله يعني اعطاني فرصه اني انا اشارك Good. وهلا جورج طارق تفضلوا على الميزان قال ما كنلقى مشكل مع الوزن ديما الوزن ديالك يكون مزيان اول ما جينا على الجيم دغري لبست سونا سوت وبلشت حبله لانه كان عندي شي 500 جرام تقريبا لنزلهم Good job guys good luck tomorrow good luck لكينا برافو شباب وزنكم كتير منيح للمواجهة ورح نخلي علي أهلي معكم هلأ ليشارككم بتجربته وخبرته وأنا رح أشوفكم بيوم المواجهة زرت المكان أنا وشفت إن شباب ما شاء الله عليهم يعني عندهم يبين عندهم مستقبل مو بس اللي فايزين حتى اللي خسروا انا كان في خاطري اني انا احضر تمارينهم وان شاء الله يعني اقدر اساعدهم في شيء اذا هم محتاجوني اشتغلت معه بادز وتمرين تكنيك شوي واستفدت منه واستفاد منه واهلا وسهلا فيه يعني برجع برحب فيه كانوا 14 مشترك وبعد مواجهة اليوم رح يبقى معنا اثنين بس للنهائيات نزال اليوم بين خبرة طارق وحماس جورج بين عقل طارق وقلبه لجورج معادلة كتير صعبة حلها اليوم بقفص المعركة
مواجهة اليوم هي المواجهة الثانية والأخيرة بمرحلة النصف النهائي. واحد منكم رح يتأهل للنهائيات. عندي على الطرف الأزرق جورج اللي رح يقابل خصمه على الطرف الأحمر طارق. كل التوفيق. تقف ما فيش حالك. أوكي. ready باي. ممتاز ايدك فوق ريح حالك دقيقة ونص راحة اف نفس طلع نفس ايدك شمال لازقة اكثر بوجهك ايدك شمال لازقة اكثر بوجهك كويس يا طارق كويس يا طارق ممتاز ايوه هذا صح صح لا ترجع لورا كثير لا ترجع لورا كثير ايوه صح صح ممتاز حلوة ايدك شمال لازقة بوجهك بدي اياها ايدك شمال لازقة بوجهك بس اطلع ايد اليمين بس اطلع ايد اليمين طلع معك حلو يا طارق حلو يا طارق امسك كويس امسك كويس ادي البارك امسك كويس يا طارق امسك كويس ايوه حلو يا طارق حلو 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 ثاني يا طارق كويس جدا كويس يا طارق امسك كويس يا طارق اسرع يا طارق برو برو ايوه صح يا طارق صح ارجع وقف اسهل صح 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 ممتاز 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 بس فوت عليك ابركت بس فوت عليك ابركت بس ابركت يلا جاب جاب ني ابركت بس فوت عليك جاب وخلي بالك جاب وخلي بالك يلا جو جو يلا ايوه جاب هي ايوه حلوه طارق حلوه طارق طلع الكومبينيشن ركز يا طارق بدي الكومبينيشن بس طلع يمين وطلع انت الكومبينيشن تبعك حلو كويس طارق ودي بوزيشن ليك يا طارق ودي ودي كويس ودي ودي انت كويس يا طارق ممتاز يلا شباب حلو اللعب ممتاز الاثنين كويس كويس يا جورج ممتاز سكر سكر وجهك منيح وجو انت جو انت انت اعمل كنترول كيس لا تخليه يهجم عليك ممتاز يلا غدا تركز ليك يا طارق ممتاز جورج ممتاز ارفع ايديك ارفع ايديك سكر ايديك كمان جورج ايديك فوق يا طارق ايديك فوق ايوه ايديك فوق ايوه طارق بس طلع بس طلع بس طلع يمين وطلع معك من بليش جورج بس يجي عليك تيك داون ابر او ني ابر او ني بس يجي تيك داون ايوه خليك حذر دائما فوت الكومبينيشن هسه جورج طارق كيتش جورج فوت بدي بارك من تيك داون صح ممتاز حلو حلو يا طارق حلو غطي الوقت جورج دقيقة ونص طايل دقيقة ونص هنزب هنزب جورج جورج يلا فوت بس يطلع بس يفوت عليك تيب داون قلت لك أبر أو ني ما راح يقدر يفوت عليك على أبر أو ني إيدك شمال رفعه إيدك شمال طارق إيدك شمال رفعه إيه أيوة صح 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 حلوة 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 ممتاز 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 جورج داخل يجي له داخل يجي له داخل ممتاز 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 طلع البليش تبع حلو طارق حلو ركز ركز ايدك فوق يا طارق ايدك فوق ايدك شمال حبيبي ايدك فوق يا حبيبي ركز ممتاز 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 كويس يا شباب كويس يا شباب دقيقة 50 ثانية رايح 50 ثانية الجولة إلنا جورج أنت كنترول كيس تمام اشتغل هسه بلش نقاط باقي دقيقة الجولة ليك يا طارق الجولة ليك شغال بدنا نريح دقيقتين مش دقيقة أيوة حلوة بس أيوة صح يا طارق صح صح اسد 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 هذا اللي بدي اياه يلا طارق اتفقنا عليه صح صح 30 ثانيه جورج جورج هاندز اب هاندز اب حبيبي اعمل شمال هي هي طارق اوجه ركز شمالك على وجهك اكثر جورج يلا جول جو كومبينيشن هسه شغل يمينك يا طارق كومبينيشن كومبينيشن جورج جورج جو كومبينيشن
حلوة حلوة حلوة. اي لازمة؟ مالهاش اي لازمة. جورج 15 ثانية جورج. كويس هانزل طيب. حبيبي هانزل. اي ايوه ممتاز. حلوة طارق حلو. خش خش بتاعك يا طارق بتاعك يا طارق. انزل فيها انزل كويس يا طارق انزل فيها على الارض. طيب طيب تمام. الجولة الأولى أعطيني هذا أعطيني الجولة الأولى جور تمام. هسه شو بدنا نشتغل؟ بدنا نشتغل هسه إيه زين محاكم. خش نسخن خش أبيض النقطة فوق كويس كثير. ارفع إيدك جور كبر رمي. بس ركز معي كبر رمي. أكلتها لأنه إيدك اليمين نازل. أكلتها لأنه إيدك اليمين وإيدك اليمين كانت كثير نازل جور. تايم هنزل دير بالك راح يشتغل معك سترايفين الجولة هاي بده يلم النقاط اللي راحت منه جول. سكر سكر حالك سكر حالك دير بالك. كويس يا طارق كويس يا طارق ممتاز صح داخلي. خلي بالك بالرجل يا طارق داخلي داخلي دير بالك امسكها. حلو أيوه حلو يا طارق حلو دير بالك ممتاز هذا الصح. موف 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 جول موف 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 ممتاز. حرك اكثر حرك اكثر من النقاط حرك اكثر من النقاط جورج حرك اكثر من النقاط جورج حرك اكثر من النقاط. ايدك فوق ايدك يا طارق ايدك يا طارق ايدك فوق يا طارق ايدك فوق. ممتاز 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 جورج ايدك فوق. اشتغل يا طارق اشتغل ايدك فوق ايدك فوق جورج جورج طلعني ايدك كمان فوق ممتاز طلعني ايدك كمان. دير بالك كويس يا طارق كويس 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 صح صح ارجع بس يلا يا طارق كرسيتك يا طارق كرسيتك يا طارق من تحت ابواب من تحت ابواب من تحت ابواب يلا يا طارق يلا ممتاز ايوه صح 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 اسد اسد بلش تشتغل كيف يلا بس يفوت عليك اعطيك ابر قوي بس يفوت عليك ابر قوي جورج طارق طارق 1 2 جو 1 2 جو 1 2 جو صح صح جورج بلش تروح على طول كده هذا اللي بدي اياه جورج هذا اللي بدي اياه تمام يلا اشتغل كومبليت جورج اعمل كنترول شوت كومبليت يلا شوف داخل 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 خش يا طارق جبار داخل راح يفتح جورج داخل راح يفتح والله داخل راح يفتح جورج دير بالك تعال اسمع عليك كومبليت ممتاز 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 كمان راح يفتح ممتاز ما فيش حاجه ما فيش اي حاجه كمان زي اثنين راح يقعد جورج تمام ورفع ايديك فوق ارفع ايديك فوق ارفع ايديك ممتاز وخش جوا يا طارق خش جوا استنى البطش بتاعك طويل ممتاز ممتاز حبيبي ممتاز ايدك شمال دايما فوق يا جورج ايدك شمال فوق ايدك شمال فوق دير بالك تفوت عليك بده يفوت عليك تيك داون هسه دير بالك دير بالك جورج دير بالك من التيك داون ممتاز 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 بنزل فيك عشان تيك داون بنزل فيك عشان تيك داون دير بالك حلو يا طارق حلو يا طارق شغال يا طارق ايوه ايوه صح صح ابرا ممتاز ايدك فوق يا طارق ايدك قربها من جورج حلو 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 ايوه صح كده طارق فوت عليك كومبينيشن جورج جورج فوت عليك كومبينيشن برجع راسه لورا ما بيعمل شيء انزل براسك لتحت ايوه دير بالك صح 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 اسد جورج اسد فيك 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 كمان كمان فيك كمان كمان مره واحده فوت هي فرصتك يلا يلا خارج وهو خارج داخل خارج 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 وهو داخل ايوه ايوه, أيوة صح, صح 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 خارج خارج جورج خارج اعملها خارجي ممتاز جورج ممتاز 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 ايوه اسد جورج دير بالك ايوه ايوه ركز 1 2 خش 1 2 خش حلو مش مره واحده ارفع ايديك ارفع ايديك ارفع دقيقتين ونص ارفع ارفع ايديك كمان كمان دير بالك منها هاي ارجع يلا جورج اشتغل كومبينيشن فوق شغلتك فوق شغلتك جورج شغلتك فوق انت الفايز لحد الان اشتغل معاه لو تحت اهريم من تحت جورج يلا طارق اشتغل معاه لو تحت اهريم من تحت جورج يلا طارق يلا طارق ماشي حلو حلو هي دي هي دي يا طارق ركز يا طارق ركز خش دير بالك اسد 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 جورج حبيبي صح هذا اللي بدي اياه منك اهدى فيها طارق تذكر كويس شباب كويس شباب الاثنين كويس فوت وورك فوت وورك جورج اعطيني فوت وورك ايوه صح 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 اعمل كنترول كيل فوت عليه واعمل كنترول كيل اشتغل يا طارق معاه جورج اعطيني كومبينيشن اعطيني كومبينيشن حلو 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 وانتو اثنين واثنين اثنين واثنين جورج ممتاز ممتاز حبيبي صح 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 ايوه صح 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 ممتاز ممتاز فوت عليه مره واحده ودير بالك من التيك داون
فوت عليه مره واحده ودير بالك. يلا يا طارق، يلا يا طارق، اشتغل يا طارق، اعطيني فيك اكثر من تاك. صح اخذ حبيبي، يلا قبلها تروح منك. فيك 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 اكثر، فيك اكثر جوز، فيك حبيبي. ايوه صح 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 صح. مره واحده ابر، مره واحده ابر، مره واحده ابر. اعطي ابر يمين. يلا طارق خطوه، طارق خطوه، بس اصلا بدي اياك تفوت معي اكثر. يلا تيجي خد جورج. دقيقة حبيبي، الدولة جورج، الدولة لنا للنقاط أكثر. حلو يا طارق، حلو يا طارق، للنقاط للنقاط. هي هي يلا، هي يا طارق، يلا للنقاط. جورج جورج للنقاط أكثر، للنقاط. يلا يا طارق، يلا يا طارق اشتغل. جورج ارفع ايديك، هنزف هنزف هنزف. يا سي الوقت ما تسيرش منك، الوقت ما تسيرش منك. ممتاز، ايدك فوق وشغال. ممتاز 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 ممتاز. بلاش اشتريك جو مرة واحدة. جو يلا شغلهم شغلهم دول. جورج 30 ثانية، 30 ثانية، 30 ثانية، 30 ثانية. إن لازم أعطيني داخل، أعطيني واحد داخل. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، واحد داخل. خش فدو، صح 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 صح. واحد لا تفوت بوك، فوت مستقيم، لا تفوت بوك، فوت مستقيم. جورج ستريت، فوت ستريت، لا تفوت بوك. أيوة صح، فوت عليك. ماشي حلو يا طارق، حلو، ما تسيبهاش يا طارق. صح صح، ما تسيبهاش. الجولة إنا جورج، ممتاز غير. هاي شوف شوف دول فين؟ يا خسران يا طارق، خسران يا طارق. Perfect. طلع طلع اسحب، ارجع طلع. طلع ممتاز 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 ممتاز. الجولتين هنا جورج، تمام. هسه بالناس تخسر الجولة. Come on guys, let's run. Time. Let's go. يلا يا طارق، يلا يا جولة يا طارق. Ready. ممتاز. ايوه تحرك اكثر. خش يا طارق، ما تعبتش زي الفل. اسد يا طارق، ممتاز. تعب تعب جوز، تعب تعب، ما قاعد تتحرك. ممتاز. دير بالك، دير بالك، دير بالك، دير بالك. اطلع منها، ما تسيبهاش يا طارق، ما تسيبهاش يا طارق، ما تسيبهاش. اطلع منها، ارجع وقف، ارجع وقف، ارجع وقف، ارجع وقف. جوز جراوند ذا باوند، جراوند ذا باوند، جراوند ذا باوند. ماشي يا طارق، ماشي. ممتاز، اطلع من، اطلع مره اول. بتاعك طارق، ما يتسال، ما يقص، ما يقص، ما يقص. ايوه خليه، خليه على الارض، خليه على الارض. بجليك بجليك بجليك، ممتاز. كمان كمان كمان، اعطيني كمان كمان. شغل رجلك طارق، ممتاز ممتاز ممتاز. استخدم الكتش، استخدم الكتش. لا تخليه يوقف، لا تخليه يوقف، ريح الارض. ممتاز، لا تخليه يوقف، تمام. بس الحكم وقف، انت الكتش، انت ضلك شغال. افكتف هنا، يلا يا طارق، يلا يا طارق. اضرب، امسك رجله واضرب، امسك رجله واضرب، امسك رجله، امسك رجله واضرب. ايوه ممتاز 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 ممتاز. دير بالك وجهك، كفر وجهك. ايوه ايوه ممتاز ممتاز. اضرب على رجله، يلا جو جو جو. ايوه حلو، ارجع خليه يوقف. يلا جورج هانز ايدك فوق، ايدك فوق. ايوه شمالك اكثر لازقع وجهك، شمال اكثر لازقع وجهك. لا تطلعني لهلف قدام، وغطي اضلاعك، غطي اضلاعك، غطي اضلاعك، غطي اضلاعك جورج. ايوه ممتاز، عندك فاينل جورج، عندك فاينل. دير بالك، انت خسران يا طارق، انت كده خسران الجوله. انجز يا طارق. جورج عندك فاينل حبيبي. اه خش يا طارق. ممتاز ممتاز. حلو الكلام جورج، حلو الكلام، حلو الكلام. هانز اب جورج، هانز اب، هانز اب. خلص فوز، فوز المباراة جورج، هانز اب. لسه يا طارق، لسه يا طارق، لسه في وقت، لسه في وقت في الجولة. ما انتهتش. في اس. ايوه ايوه صح 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 صح. فوت كومبينيشن مرة واحدة واعطيني، بس عشان نضمن الجولة. فوت كومبينيشن، فوت كومبينيشن واعطيني بس جورج عشان نضمن الجولة. خلاص يا طارق، غير يا طارق، غير. بالجولة بس وقت خلاص، غير يا طارق. ايوه ماشي حلوه، هي دي، هي دي. ما تتسابش، ما تتسابش، ما تتسابش، ما تتسابش يا طارق. ني ني ايه، ممتاز ممتاز ممتاز. جورج هنزل هنزل هنزل، كمان اتحرك اكثر واكثر. جورج بدي حركه اكثر،
اعمل كنترول كيت فوت بكومبينيشن عشان نربح الجوله هاي. حلوه طار. هي هي ارجع يا طار. اطلع عليها طار. ما تنساش ما تنساش فرصتك 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 يا طار فرصتك يا طار فرصتك يا طار فرصتك يا طار. هي دي فرصتك. ما تنساش ما تنساش ما تنساش يا طار ما تنساش بالله عليك ما تنساش فرصتك. في بالك بالك في بالك بالك ممتاز ممتاز فرصتك يا طارق بالله عليك فرصتك ممتاز. انت وقف كمان وقف وقف فرصتك ما يكسبش. وقف وقف جد وقف دير بالك تريان دير بالك. خلاص خليه يرجع وقف. لا ضيع بورك لا ضيع بورك وانت تضرب بس خليه ممتاز. يلا اشتغل شمالات خليك شمال جورج شمال جورج كاس من اول مباراه والله ما شفته جورج ما شفته جورج اعطيني كومبينيشن كمان اخذك اثنين تيك داون الجوله له اخذك اثنين تيك داون اربح لي اياها يلا دور دور يلا يا طارق وشك فوق يا عم بس خش كده ممتاز 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 جورج صح 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 يلا طارق خلاص باقي 30 دقيقه يا طارق اديها ونص ممتاز جورج اشتغل صح هذا اللي بدي اياه تعب تعب جورج خلاص انسى فيها تعب ليش تعب ايدك فوق يا طارق وشغال جورج تعب جورج ريح حالك جورج جورج فوق بس عاد ريح حالك ريح حالك عندك مباراه فاينل يلا يلا خسر وش وضحك يلا وش وضحك رام رام هاي 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 كنترول كيج هم دي فستيك داون دي بيبو. الحكم الأول 30 مقابل 29 نقطة، الحكم الثاني 30 مقابل 27 نقطة، الحكم الثالث والأخير 30 مقابل 27 نقطة، والفايز والمتأهل معنا للنهائيات جورج! هذا الفايت لألك ميشيل وللكوتش وأكيد أكيد لأمي وبي. From the beginning you were anxious to put the fight on the ground. Okay, you want to put the fight on the ground, but you have to like use your hands and come closer. You can't go straight in the legs. Everybody here knows that you will do that, and he knows. Okay, he was smart. هال استراتيجي اللي كانت هون إنه أنا بلعب فوق وهو بلعب فوق وعنده ريتش أكثر مني. بالنسبة لألي ما عندي مشكلة لعب مع حيلا زلم سترايكينج فوق لعب مع كثير عالم وكثير عالم أبطال ما عندي مشكلة ما كان مخوفني ألعب فوق مع تحت وتحت خبرته أكثر لا تخاطر لأنه 10% شو بدي بشغل. His game plan works more than yours. That's it. But be proud. Was very good. That's good. وأنا كثير مبسوط من حالي إنه بين 14 واحد وصلت فينال وبعدني هون وآخر واحد فيني. ما نحبش ما نحبش انا نقول له في نخسر حيت عندي اصابه ولا لي صافي خسرت خسرت ما عنديش فهمتي ما عنديش زعما شي فين تاني صور فين تاني هنا يدي لي هنا ديال لو كيكس جورج played it well fought well I think Tarek you know I didn't see the drive and the determination in him you know I mean You know, the last round, he knew he was losing the first two rounds. You know, a fighter that knows that, you gotta come out strong in the third round and give it all you got. إصرار جورج كسب بالنهاية وأعز الأصحاب رح يتواجهوا بالقفص. الموقف كتير صعب. بس ها هي قوانين اللعبة. فايز واحد بطل واحد.